بسم الله الرحمن الرحيم. راح نشوف شلون نقدر نسوي displacement بالماية. الحين خلينا نقول إذا عملنا plane وزدنا subdivision يعني كذي. اوكي، الحين إذا أعطيناه رايت كليك بلين راح نلقى هني بلين 1 اس جي. إذا رحنا عليها راح نلقى displacement مات هذه. هني يبي نحط له أي ملف، خلينا نشوف. طبعا إذا حطينا سامبل مثلا هذا بلاك اند وايت وعملنا رندر راح نشوف. نسوي الكواليتي شوي أحسن. راح نلاحظ إنه صار فيه ارتفاع، هذا displacement. الحين إذا بغينا نروح على نسوي شغلة ثانية، ممكن هني بالمايه بالفوتوشوب نعطي أي قياس، نعمل layer جديد. خلينا نعمل هذا background أسود. إذا رحنا على layer الثاني خدنا أبيض، خدنا بروش. أوكي، خلنا نكتب أي شيء. اوكي، نعمل لها سيف. اوكي، اذا رحنا على الماية الحين هني بدال لا، اذا رحنا على البلين قلنا على هذه الاس جي 1 هني التشيكر محدود. رايت كليك نقول له بريك كونكشن. الحين نبي نحط له ملف، نروح على فايل 1 اللي سويناه هذا. على فكرة ممكن نحط أي صورة بلاك اند وايت. الحين هذا حطيناه، خلنا نعمل رندر. راح نشوف انه عمل لنا الشكل هذا، الأبيض يكون بارز بالشكل هذا. نقدر نزيد الارتفاع إذا نزلنا هني في ألفا تشين، ممكن نزيده. الحين إذا خزننا هذه نعمل رندر ثاني. راح نشوف ان ارتفاع عن الاول الفرق. الحلو فيه ان في ارتفاع. الحين هذا ما يبين عندنا هني، نقدر خلاص اذا استقرينا عليه نقدر نروح modify convert displacement to polygons. راح يحول لنا اياها الى بوليجن. الحين عندنا في ثنتين عشان كذي طالع، نمسح هذه الأرضية. عندنا لو نلاحظ فيه ارتفاع ممكن يصير حق أي شيء. هذا هو displacement.